ممكن اعرف انا فين وانت عايزه مني ايه؟ طيب ممكن تهدى بس شويه؟ انت شايفاني مجنون وبكسر في البيت. اسكت بقى، اسكت لغايه لما نعرف هنعمل بيك ايه. هو انا وقعت في عربيتك؟ ده انت اللي خطفاني. مين دي؟ مين دي؟ خدت منه الموبايل وقفلته. انتوا خاطفيني عشان تتكلموا في الموبايل؟ نابوكوا على شونه، ما فيهوش رصيد. احنا محتاجين لك في مسألة إنسانية. وإيه علاقة السكينة بالإنسانية؟ ارمي السكينة يا سالي. إيه ده؟ إحنا آسفين قوي على الطريقة اللي سالي جابتك بيها، بس أنا واثقة ومتأكدة إن أنت هتفهمني وتحس بيا. أحس بإيه بالظبط؟ أنا ملك بنت أدهم الشاذلي. إيه؟ صدق اللي قال ابن الكلب عوام. معلش معاك حق، أنا عرفت إنه بهدلك وطردك من مكتبه زي الكلب، وهو السبب برضه في اللي انا فيه دلوقتي بسبب بخله وجشعه. انا عاجزه زي ما انت شايف، ما بقدرش اجيب لنفسي حتى كوبايه الميه. عارف انا من سنتين بس كنت اقدر اجري، امشي، اقف، اتنطط، ارقص، اركب عجل. في يوم من الايام كنت مسافره اسكندريه عشان افتح الملجا بتاع الايتام، ولما حسيت ان انا هتاخر عن الميعاد سقت باقصى سرعه. ما تهدلنا النور ده شويه لو سمحتي، ما تاخذيش. هي العروسه اسمها ايه؟ سالي. طب شويه شاي بلبن. ماشي. كنت ماشيه على 220 وفجاه لقيت قطه بتعدي الطريق. قطه؟ وكان في بنت صغيره بتجري وراها وكانت بتعيط، فما كانش قدامي غير اني احول بسرعه. العربيه اتقلبت بيا، وكل ده عشان انقذ البنت طبعا. طب والقط؟ راحت ضحية البنت، ومن ساعتها وانا فاهم مشلولة، وما بقاش ليا في الدنيا دي غير الكرسي ده والهيدفون ده عشان يسليني. طيب انت عايزة مني ايه بالظبط؟ هفهمك، في عملية لو عملتها ممكن امشي تاني. وانت عايزاني انا اعملك العملية؟ لا انا عاوزة فلوس. مني انا؟ انا اخر 200 جنيه كنا هننجز بيهم البيت، وبعدين انا لسه من شويه. اصبر شويه. ايه ده؟ انا اسفه قوي يا رشدي، اصل على قد بابا ما هو غني على قد ما هو بخيل. تخيل يا رشدي مش عايز يدفع لي تكاليف العمليه. اخس. ايه ده؟ طيب انا برضو وضعي ايه في رحله العلاج دي؟ انا مش فاهم. هفهمك، احنا لو ما كانتش ضايقك يعني احنا فكرنا انك تخطفني. نعم ده انتوا اللي خاطفيني. لا لا لا، دايما ملك بتقولك كده، انت تخطفها وتطلب من باباها الفدية وناخد احنا الفلوس وملك بقى تعمل العملية. انتوا اكيد بتهزروا. لا بجد بجد. وشمعنى انا يعني اللي اخترتوني؟ لاني تورطت فيك وقريت اسمك من الكارت اللي كان مع سالي، فالقدر اختارك من بين كل المصريين. ما انا مش مصري. انا من منيا القمح. لا ما هو من منيا تبقى مصري. والنبي يا فرحتي، افرضي ابوك يبلغ البوليس. مستحيل. ليه؟ معوش نمرته. بابا بيخاف على سمعته قوي وهيخاف الخبر ينتشر في الجرايد، وعمره ما هيعمل كده. طب لو ما وافقتش يبقى عمري ما همشي على رجليا تاني، والشلل ينتشر في كل جسمي. ينتشر ايه؟ هو حصبة. خلينا في الموضوع، قلت ايه؟ طيب فكوني وسيبوني 3 دقايق مع نفسي افكر. فكي يا سالي. فكيني يا عروسة. خير يا ادهم بيه؟ ده انت مصحيني من نجمه. رشدي اباظه خطف ملك بنتي يا متر. رشدي اباظه؟ طب دي حاجه كويسه خالص. ايه كويس اللي فيها؟ هو خطفها تمثل معاه؟ بقول لك خطفها. رشدي اباظه مين يا فندم؟ الواد اللي انا طردته من المكتب، اكيد خطفها عشان ينتقم مني. هعمل ايه يا متر؟ يبقى لازم نبلغ البوليس. لا ما اقدرش ابلغ، لو بلغت ممكن قوي يأذيها. اوعى. انت قافل التليفون ليه؟ هو هيهرب منك؟ مالكش دعوه انت. ايوه يا ادهم بيه. انا جمعت الكارت وفي التليفون وفي العنوان. ايه ده؟ ايه ده؟ الشلل اللي انتشر ولا ايه؟ برد برد برد.
انا عايز اعرف انا فين هنا اهو. ايه الارض؟ عايز اعرف احنا فين؟ ها؟ احنا فين هنا اهو؟ في ايه؟ احنا في الساحل الشمالي. وهربتوني بره مصر ازاي؟ الساحل الشمالي دي في مصر. برضو؟ ايوه الساحل الشمالي بتاعت مراقية مارينا. ايه؟ مارينا؟ مارينا بتاعت الاغنية؟ ايوه. طب ده كلام يا جدعان بس، ده كلام يعني؟ ايه بس في ايه مالك؟ الواحد لا جاب معاه مايوه ولا عوامه ولا اي حاجه. مايوه ايه وعوامه ايه؟ ما تخلصنا بقى. طب هي الحكايه دي هتاخد كام يوم؟ بالكتير قوي يومين. ليه؟ ما نقفل الاسبوع بقى. هو انت جاي تصيف؟ ما تخلصنا بقى، قررت ايه؟ موافق. وانا هعوضك عن اي خساره، اول ما ابويا يدفع لك الفلوس هديك اللي انت عايزه. لا اذا كان كده انا عايز 2000 جنيه اركز بيهم البيت. هرجعهم لك. انا ايه مغسل وشي؟ يا ريت لحسن الدبان ابتدى يتلم. صدق شكلي هرتكب جريمه. يا واد بتاع السكاكين انت. وانا كمان هقوم اغير هدومي. ايه هتقومي؟ اه هروح اغير هدومي. عندك مانع؟ لا لا. طب روح عشان اروح اغير هدومي. لا. زهقت من التكتيفه دي، مش قادره افضل قاعده كده. انا هفضل تحت رحمه الواد المعفن ده؟ يا شيخه حرام عليك، ده شكله غلبان قوي. وبعدين ما تحمدي ربنا انه وافق اصلا. غلبان؟ ده شكله لئيم جدا، مش بعيد يكون طمعان اصلا في الفلوس. مش فاكره لما طلب مننا ال 2000 جنيه؟ على فكره احنا مش لازم نطمن له، احنا مهما كان بنتل لوحدنا. معاكي حق، انت بتعرفي الحاجات دي ازاي؟ انا بفهم من النوعيه دي. بقول لك ايه، انت متاكده ان ما حدش هيطب علينا هنا؟ ما تخافيش، ما حدش بيجي هنا غير في الصيف بس. انا هسيبك شويه. هتروحي فين؟ اجيب اي حاجه ناكلها. طب استني نازله معاكي اما اشوفه بيهبب ايه. يلا ايه ده، الحق الحق. بصي فرش الدنيا ازاي. على فين يا شراني؟ هروح اشتري حاجه ناكلها. طب كويس قوي، اجي معاكي عشان انا عايز اشتري شويه حاجات. لا مش هينفع تروح معايا عشان هي رايحه تجيب لي حاجات حريمي. طب هروح معاها ومش هبص. ايه ده وتسيبني لوحدي؟ طب افرض يعني انا عوزت حاجه. هتعوزي ايه بس، ما هي كل حاجه مترتبه وزي الفل اهي، مش هنتاخر. طيب يلا. ألاقيش معاكي نقطة فازلين ولا حاجة أحطها عشان؟ لا ده هو كده حلو قوي بجد؟ طيب. يا ربي يا ساتر. ايه ده؟ ايه اللي رجعك؟ انا قلت ارجع عشان لو حبيتي تعديلي الاريال. ميرسي قوي. طب ممكن بقى تظبطه لي يعني من فوق؟ اكيد ده لعبتي. فوق اهو. طب بسرعه. لا لا ما اعرفش سعادتك راح فين. ده حتى ما جاش في ميعاده النهارده. ده انا حتى قلقانه يكون جرى له حاجه. طيب لما رجع من عند ادهم بيه الشاذلي ما شفتيش البنت دي معاه؟ مين دي؟ يا سلام، ومالك بتقرفي قوي كده؟ دي بنتي اللي خطفها. ايه؟ خطفها؟ انت متاكد انه خطفها؟ ايوه متاكد. ليه؟ عشان انا طردته من الشركه. الله علي يا سي رشدي، بيعرف يخطف ويغتصب، ما انا كنت قدامه. ايوه بس انت تيجي ايه جنب بنتي؟ بصي في الصوره كويس. شفتها. بصي يا ادهم بيه، انا هقول لك الحقيقه، اصل حضرتك قساوت عليه قوي في الشركه، ورشدي ده ولد حساس وطيب، جه هنا منهار قعد يسكر ويضرب بانجو، وانا حاولت اهديه ما عرفتش، زقني قال له ايه وديني يا وادي ادهم بلقهرك وقطع قلبك على بنتك. قال يا وادي ادهم. مش مشكله. بس هو والله ولد طيب وحساس. اه في صوره كده لسه. هو احنا هنكلم ابوكي ولا هو اللي هيكلمنا؟ هيكلمنا ازاي بس، هو مين اللي خاطف مين؟ اه وبعدين ما ينفعش احنا اصلا نكلمه من على الموبايل، عشان كده ممكن مكاننا يتعرف. جبت لكم فاكهه وجبن، هخش بقى اعمل لكم سندوتشات. برافو عليكي، يلا انزل بقى عشان انا اتخنقت. حاضر. اكيد كده الصوره جت، بس السلك ده مش عارف ماله.
جرالك حاجه؟ لا انا كويس انا كويس. انت ايه اللي وقعك ده؟ انا حسيت ان انا شفتك بتمشي. على فكره بمشي؟ يا ريت يا ريت اقدر امشي، ده انت بس تلاقي تهيؤات من الوقعه. يا لهوي. معلش تعالى وانا اغير لك هدومك بدل ما توسخ الفيلا. هدومي كلها اتطيرت. يا نهار اسود. الحمد لله ان الدرس سليم. ايه ده التلفزيون اتظبط؟ ايه ده؟ مين الممثل ده؟ ده رشدي اباظه. هو ده بقى؟